ضمن الأمراض عندنا ديب كلينيك. شو هو الديب كلينيك؟ هو بروسيجر بشكل عام بيخلي نعمله لحتى ننظف البشرة، ننظفها من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. الناس عندها شوية اعتقاد خاطئ، بتفكر إنه إذا عملت مثلا هيتروفيشل رح تتخلص من الرؤوس السوداء أو البيضاء. طبعا هذا اعتقاد خاطئ، لو تعمل كل يوم هيتروفيشل فلا تقدر. الشيء الوحيد اللي بيخلصنا من الرؤوس السوداء والبيضاء هو الديب كلينيك. الديب كلينيك طبعا بروسيجر بتألف من كذا خطوة. أول خطوة نحن طبعا بنحط ماسك على البشرة لنفتح المسامات. هذا الماسك بضله تقريبا بين نص ساعة و 45 دقيقة. بعده بنبلش نشتغل بالالتراسونيك. شو هو الالتراسونيك؟ الالتراسونيك هو عبارة عن جهاز بيعطي ذبذبات صوتية. بيعطي شنو؟ ذبذبات التراساوند. ذبذبات صوتية ليفتح المسامات. بعد ما نخلص من الالتراسونيك بنحاول نفتح اللي ما انفتح بإيدنا، اللي ما بيفتح بإيدنا بنحاول نفتحه بالإبريق. بعده بنحط ماسك ونخلي البشرة تهدى شوي. بعد الماسك نعمل هيدروفيشل عادي. بعد الهيدروفيشل بنحط كمان ماسك تاني لحتى نعمل هيدريشن للبشرة. هذا البروسيجر تقريبا بياخد حوالي ساعتين ساعتين ونص تقريبا.